بفكر في حدا بلبنان ما بيتذكر سبعة أيار يا جنة. بيتذكر سبعة أيار أن هاي وصمة عار ما رح ينسوها اللبنان. هذا يوم نجيد كسر بشرت. المحكمة تعريصة وهي تعريصة بدون تعريصة بتعريصة. المقاومة الخرائطية واللي ما عم بيصدق كيف هي الأم الخرائطية عم تولد. صوت مين بمثله؟ صوت بيروت مين بمثله؟ ارحموا الناس. عرفت. بيقولوا تلفزيون صورة عن المجتمع، مواده بتحمل دلالات ثقافية كتيرة، يعني بمجرد انك تراقب الإعلام بمجتمع معين ممكن تفهم الكتير عن طبيعته وثقافته. بس إذا كان مجتمع طائفي منقسم وبيعاني من ترسبات عميقة نتيجة 15 سنة حرب أهلية، كيف بتتوقع إعلامه يكون؟ لا شباب تماماً. هيدا هو الإعلام اللبناني، صورة عن بلد. بلد صغير مساحته ما بتتعدى 10452 كيلومتر مربع، بس طوايفه كتيرة مشاكله أكتر. هيدي يسمع كل العالم الحرب ضد الشيعة. 18 طائفة على مدى سنين خاضوا حروب ونزاعات على أنواعها، أسسوا أحزاب عقائدية، تحالفوا مع بعض وعلى بعض. يا حزب ضد الله، ضلوا لك يا كريم لقوات برئيسة ولا. بس ما تركوا شيء إلا الدمار، مع أنه النشيد الوطني اللبناني بيقول أستغاب متى ساورتنا الفتن. اللبنانيين بعز الفتن كانوا بأغلب الأحيان أسود، لكن على بعض. كل واحد بده يفوت على منطقتي الشرقية، ما بعتقد أنه بفوت صاغ سليم، لأنه ما بدي خلصه وبدي أكله لحمة. بلد خطوط تماسه ظاهرة بكل شيء، السياسة، اسمع عاد اسمع عليك الكذب معلمك، ديموغرافيا، تعليم، توظيفات، رياضة، الألوان، ما بعرف شو عم يصير بأرض الملعب، بدأت من علي محمود وترى الستوغلر، كل شي. لهيك ما منستغرب إذا كان الإعلام اللبناني كمان مشتت وضايع بهويته الوطنية. بس السؤال، هل الإعلام اللبناني مجرد انعكاس تلقائي لواقع طائفي ميؤوس منه؟ تزوج من غير طائفته فعوقب ببتر عضوه الذكري، أو أداة إيديولوجية تهدف للتحريض وترسيخ الانقسام. مين عم بيغذي مين؟ الإعلام أو الطائفية؟ الجواب بيطلب نرجع بالوقت للبدايات.